السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا. ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وننطلق لقصة اليوم. وتقول صاحبة القصة: يا هلا والله، طبعا حنا جارات وساكنين بعمارة واحدة، وكل العمارة هذه الشقة كل واحدة في شقتها، طبعا كلنا متزوجات وكلهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخلاق وطيبة، وكلنا يعني فعلا زي الأخوات، كأننا عايشين في بيت واحد يعني. وكل الجارات اللي موجودات بالعمارة كلهم من بلدي، عدا واحدة من بلد عربي، وما في فرق بيننا وبينها إلا اللهجة بس، والله العظيم تقولون واحدة منا وفينا كل شيء نفس بعض. فكنا نتزاور بالبيوت كل صباح عند كل واحدة فينا، لأن أزواجنا ما يكونوا في موجودين يعني في البيت في دواماتهم، فناخذ راحتنا أكثر مع بعض، ندخل نخرج براحتنا، نروح ونجي بدون قيود. طبعا أنا ما عندي أولاد، والبقية ما شاء الله تبارك الرحمن ربي منعم عليهم، وحنا ما نخبي على بعض أي شيء إلا الأشياء الخاصة. طبعا أنا ارتحت لهم كثير وحبيتهم أكثر لما تعرفنا على بعض، وتعرفون عاد سوالف الحريم أكثر سواليفنا عن الرجال وحمايلنا وبالحمل والولادة، فكل واحدة تقول اللي عندها. أنا واحدة متحفظة جدا، أعتبرها مرة عيب أني أطلع وأسولف الحريم ولا أي أحد يعني عن زوجي، يعني حتى لو كانت سواليف تافهة والله ما أحب أتكلم يعني في زوجي أبدا. أنا بطبعي كذا يعني، أخواتي هم أخواتي، ما أسولف لهم سواليف يعني بيني وبين زوجي، فهم براحتهم عادي يبون يتكلمون هذا الشيء راجع لهم، لكن أنا لا، صح أسولف لكن سوالف عادية عامة، ما في ولا شيء يعني أتحسس منه ولا حاجة. المهم حسيت أن أنا ما عجبهم وضعي، حسيت أنهم هم يحبون الأكشن المبالغة. مع الأيام صار بعضهم إذا حب يخرجون يعني مع أزواجهم وكذا يجون يحطون أولادهم عندي، فأنا بالبداية رحبت في طلبهم، توقعت يعني كل فترة بيحطونهم عندي مو دائما، فأحسنت النية كل مرة أقول لهم حياهم الله، طبعا هذولا زي أولادي وكذا، طبعا مو كلهم بيوم واحد لا، بس مرة هذه تجي، المرة اللي بعدها، الأسبوع اللي بعد الثانية، الأسبوع اللي بعد الثالثة، زي كذا كل واحدة تتناوب علي يعني، ما عنده كان ما عندهم أخوات يحطون أولادهم عندهم ولا أهل ولا على الأقل أزواجهم يمسكون أولادهم، أبدا لا، جايبينهم عندي كل فترة. وهكذا صار الوضع، مرت الشهور وكل واحدة تجيب مرة جارتي اللي فوقي، مرة اللي تحتي، مرة اللي جنبي. صح يعني ما عندي أولاد ولا عندي يعني شيء مسؤولة عنه، بس عندي زوج، عندي حياة، أبا أطلع، أبا أخرج، أبا زيارات، أبا أعزم أحد عندي، يعني مو أنا حياتي مرة فاضية ما فيها شيء عشان ما عندي أطفال. والله يا جماعة استمر هذا الوضع شهور طويلة، يمكن حتى قرابة سنة، وأنا كذا أجامل 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 ولا حد يلومني. أنا والله حيوية جدا، ما أقدر استحي، ما أقدر أرفض، ما قدرت، ما عندي الجرأة أني أقول لا. بس بالأخير تشجعت وقلت لهم، تعذرت منهم، صرت أتعذر أقول أي عذر بس عشان ما يجيبون أولادهم عندي. إلين مرة من المرات عزمت أهلي، فعرفت واحدة من جاراتي ان اهلي بيجون عندي، طبعا انا ما قلت لها، بس يمكن زوجي صادف زوجها وكذا او شيء وقال له، الله اعلم، ما ادري كيف عرفت. ما دريت فيها الا تتصل علي وحلفت اني ما اسوي ولا شيء، قالت لي كل شيء ترى انا باسويه وبرسل لك وكذا وافعلك، فانا استحيت مرة، قلت لها لا والله يا حبيبتي تسلمين، مرة انا سويت يعني الاشياء وكذا، قالت اجل خلاص، زيادة الخير خيرين. أنا ما أدري والله هذه مكافأة لي علشان مسكت أولادها الفترة اللي راحت، ولا أن قصدها تخدمني وبعدين أخدمها فيما بعد، المهم الأمور تخربطت عندي. فالمهم هذاك اليوم أذن العشاء، ولا هي تدق الباب ومعها صواني حلويات وصواني عشاء وحلا وكذا، أشياء حلوة بصراحة، البنت مرة متكلفة وما خلت ولا بقت شيء في بيتها جزاها الله خير. فقالت بعد ما انتهت جمعة أخواتي وكذا وراحوا أهلي، راحتي قالت لجاراتي الباقين، واليوم الثاني اللي بعده ما دريت بهم إلا كل واحدة تتصل إنه عندي عزيمة وكذا، كلهم تشرهوا علي، ليه ما قلتي لنا نجي نساعدك وكذا وتعزمينا؟ قلت والله يا بنات مو عشان شيء، أنا ما عزمت أحد وأنا صادقة، أنا بس كنت أبغى أهلي معايا جمعة أهل، فيمكن زوجي قال الله يهدي لزوج فلانة لقاه في الطريق وقال لها وهي جات. وما قدرت اني اردها، استحيت يعني، لو واحدة منكم مستحيل انها تقول لا 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 تجيني يعني جمعة اهل وكذا. فالمهم
صارت من عوايدنا، قالوا مو عشان شيء عشان نساعدك وكذا، صار من عوايدنا إذا واحدة منا عندها عزيمة في بيتها وكذا نتساعد كلنا، نصلح كل شيء، نقسم الأصناف بيننا. والله العظيم يا جماعة عشنا سنين طويلة كل واحدة منا سبحان الله يعني قايمة بالثانية، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، علاقتنا في بعض جدا جدا جميلة. إلين واحدة نقلت مننا وراحت يعني في فلتها الجديدة ما شاء الله بيت ملك مو إيجار، ففرحنا لها وشلنا لها معانا الهدايا وكذا لبيتها. طبعا كنا يعني أحلى صاحبات من جد، صاحبات وصديقات وأخوات مو بس جارات. لكن جارتي اللي قبالي طبعا ما بيني وبينها مسافة يمكن متر ونص بس، هذه الجارة بالذات حبيتها من كل قلبي. المهم لاحظت عليها فترة كذا من الفترات انها صارت تتعمد تخرج لما يخرج زوجي بحجة انها تحط الزبالة برا عند الباب. طبعا كل هذا يصير وانا عند اهلي، انا ما ادري عن ذا الشيء، ما في حياتي نقدتها ولا عمري يعني قد صار بيني وبينها شيء من هذه الامور ابد، بالعكس احبها واحترمها. فزوجي اللي كان يقول لي، زوجي قال لي يعني قال بعد ما جيتي عند اهلك وكذا صارت هي تجي يعني الاقيها صدفها قدامي. انا ما قدرت اتكلم لأن أفضالها أول شيء علي كثير، يا ما أخذت من عندها أشياء، حتى الفساتين كنت أخذ من عندها وأحيانا أطقم ذهب والله أكشخبها للزواجات وأرجعها لا، وهي كذلك نفس الشيء معايا. فما أعرف من بكرة يعني لدرجة أنها تقول لي يعني لما أخذ ذهب وكذا قالت عادي والله العظيم حتى لو طاح منك أو ضاع أو انسرق ترى فداك يا فلانة. فهذا الشيء ما خلاني أتسرع عليها بالحكم. طبعا أنا ما كذبت زوجي، حتى زوجي ما يكذب، ماني متعودة منه أن يكذب أبد، يعني حتى لو بالأشياء التافهة ما يكذب، ما عادكم عاد باللي أشياء قوية زي كذا أنه يتبلى عليها أو شيء، مستحيل أنه يكذب. فصرت خلاص يعني في دوامة شك، الشك ذبحني. المهم صرت بين نارين ماني قادرة مين أصدق فيهم، يعني إيش في حلقة ماني عارفة كيف أربط المواضيع ببعض. فهذاك اليوم تعذرت من أمي على أساس والله أني بقعد عند أهلي 3 أسابيع، تعذرت من أمي قلت لها أنا بروح برجع بيتي وكذا، وحكيت أمي السالفة وكذا، قلت بروح أبشوف أبراقب الوضع. طبعا أنا ما علمت جاراتي أني أنا رجعت للبيت. إلين مرة من المرات طبعا هم قالوا بنطلع استراحة وكذا يلا تجين، قلت طيب أنا عند أهلي بس عادي بجيكم في الاستراحة. المهم لقينا كذا تجمعنا كلنا مع بعض، والاقيها هذه الادميه اللي ساكنه قبالي تتكلم عن شخص وتمدح في هيئته وشكله وكذا وكلامه. في النهايه قالت ايه يا بنات اوريكم زي مين، قالوا لها البنات زي مين، قالت زي زوج فلانه طبعا اللي هي انا. فانا طالعت فيها كذا قلت لها اصلا كيف شفتي ذي التفاصيل كلها، قالت بالعين السحريه. قلت الله ليش انت تراقبين رايح جاي تراقبين فيه، قالت لا يا فلانة ترى بس بالغلط طالعت مرة من المرات بالعين السحرية اللي على الباب لأني طالبة كنت من السوبر ماركت، فسمعت المفتاح حق العمارة ينفتح وركضت طالع من اللي عند الباب، بالصدفة طلع زوجك وشفته وكذا. بس هي هذيك المرة طبعا كانت تتكلم ومرتبكة وتحاول انها ترجع لي يمين وشمال، فانا ما دخل براسي هذا الشيء. الله اكبر يعني من مرة واحدة شفتي كل التفاصيل هذه اللي تحكينها للبنات في زوجي، طبعا زوجي وكل هذا الشيء بالغلط. وأساسا زوجي من فترة يعني والله العظيم كان ينبهني منها، قال لي انتبهي منها، لكن أنا كنت غبية اللي ما سمعت كلامه، فصاير يلمح لي بين فترة لفترة، لكن أنا غشيمة بزيادة عن اللزوم. أنا والله ما أنكر أفضالها علي لكن مو للدرجة. فقمت أقول لكم يعني قاعدة أقول لها الله يا بنت ترى إذا في بلدكم عادي تطالعين وكذا في كل من هب ودب وتتفرجين فيه، ترى عندنا لا خطوط حمراء مستحيل، أنا ما أرضى أنك تطالعين في زوجي وتفصلين وتفصيل من فوق لتحت، ترى أنا غارية فلانة. أنا كنت أتكلم معاها بجدية وبنفس الوقت كنت يعني ماخذ الموضوع مزح عشان ما أبين للبنات أنه من جد يعني صار في تتش بالموضوع ده. المهم قالت لي لا يا بنت كيف تغارين عليه وكذا، قلت اصلا مو مسألة غيرة بس، اصلا كيف ترضين رب العالمين ما يرضى بهالشيء، هذا الشيء مو حلالك عشان تتمقلين فيه طالعة ونازلة تطالعين فيه ليل ونهار. فالمهم هذاك اليوم طلعت من الاستراحة بدري على اساس اني اروح قبلهم عشان ما يشوفوني ان زوجي رجعني للبيت وكذا، على اساس يفكرون اني انا عند اهلي. فقال لي زوجي تراها من فترة طويلة وهي كذا، وأنا يا ما حذرتك منها بس أنت اللي ما تسمعين الكلام. فتذكرت صح ترى أول ما زارتني وزاروني جاراتي هي كانت معاهم، كانوا يشوفون بيتي طبعا غرفة النوم خط أحمر مستحيل، ما نويت حتى أني أوريهم. وللأسف من سوء حظي هذاك اليوم أني ما قفلتها، فجاء ولدها وفتحه
وأنا أفرجهم كنت على بيتي وكذا، قامت جارتي هذه اللي قبالي شهقت شهقة شوية يعني كذا، إنه شوفي شوفي غرفة النوم، الله شكلها تجنن، حسيت إنها مصروعة على شوفة غرفتي. المهم رجعت لي الذاكرة شوي شوي، سبحان الله أنا وقتها ما كنت مركزة، كنت مستحية وأول مرة يجوني وجيران، وعلى أساس يعني إن أنا والله العظيم أصغر منهم بكثير، فنعصر قلبي. رحت أركض هذاك اليوم وأسكرها، أحاول أني أشتتهم أشد انتباهها للمطبخ وكذا، إلا البنت مصممة أن أفتح لها غرفة النوم. فالمهم وريتها على طول كذا الغرفة على السريع، قلت لها كذا ترى غرفة عادية يعني لا جات ولا راحت، تعالي تعالي فلانة أوريك المطبخ، مع البنات راحوا للمطبخ يشوفونه. فمشت الأمور وسبحان الله والله العظيم جماعة من هذاك اليوم وأنا أحلم بأحلام مزعجة جدا، وصار بيني وبين زوجي نفور ما أدري كيف أشرح لكم، يعني أشياء كانت غريبة. فالمهم أنا غبت عن أهلي 3 أسابيع، تخيلوا ما رحت زاورت أمي 3 أسابيع بس عشان أدرس هذا الوضع، إنه المشكلة إيش أساس المشكلة، ومين اللي غلطان ومين اللي مغلطان. أنا ما حابة يعني أظلم أحد، لا زوجي ولا هي. إلين مرة من المرات اتصل علي زوجي قال لي أنا تحت انزلي يلا بنطلع مشوار. فالمهم لبست عبايتي، طبعا هم ما يدرون لين دحين انه انا في البيت، رجعت بيتي ما يدرون، يفكرون اني انا عند امي. المهم رحت، لما فتحت الباب الا الاقي جارتي اول ما فتحت الباب وسمعت صوته طالعه كذا بملابس الله لا يوريكم، يعني استحي حتى اني البسها قدام اطفال الصغار. انا اول ما شفتها شهقت، وش ذا، كانها طالع علي من الحمام. تمنت وقتها الارض، حسيت انها تتمنى انه على الاقل يعني تنشق الارض وتبلعها ولا اني اشوفها بهذا الوقت، وكمان بعد بذا الشكل يا سلام. المهم راحت على طول ايش سوت، سحبت الكيس اللي هي كانت بتحطه عند الباب، فقفلت الباب كذا بسرعه. فانا ما صدقت عيوني، الله كيف كذا، طيب انت عندك اولاد، لو قصدها فعلا انها ترمي الزبالة اساسا الكيس والله يا جماعة انه شبه فاضي ما في الا حبتين. فانا شفت صراحة ضاق صدري ونزلت لزوجي وانا طول الطريق خلاص ساكتة، والله العظيم اني تفاجأت مرة منها، على بالها حتى هي انه تفاجأت مني، انصدمت حتى ما ردت علي السلام ولا شيء، ولا قالت لي اسفة ولا بالغلط ولا حاجة، تفاجأت ان انا موجودة، فكرتني عند اهلي. ومن وقتها وأنا بس خلاص طاقني الهاجوس، حتى زوجي يكلمني يسولف علي، أنا بعالم ثاني ما أدري كيف أتصرف. المهم لما جاء اليوم الثاني رحت لجارتي اللي تحت واستفسرت منها عن الجارة اللي قبالي، أنا ما وضحت لها شيء أبد، وبالعكس هي مدحتها لي، جارتي يعني اللي تحت مدحتها مرة، قالت إنها كذا وكذا وحليوة وخدومة وما أدري إيش. سبحان الله أنا سكت، قلت في خاطري أثاري زوجي شايف الدنيا أنها صايرة تخرج من بيتها بهذا الشكل وتتعمد كمان، وهو يقول لي يا فلانة ترى انتبهي منها وانتبهي منها، وأنا غافلين لكم الله. فمشيت من عند جارتي وأنا مفكر أني أنا قاطعها. بنفس اليوم هذه الجارة اللي قبالي أرسلت لي كشري عشاء، فقالت وأكدت على أن زوجي يذوقه. المهم بالصدفة زوجي هذيك الليلة سبحان الله كان متعشي برا، دخل على طول ينام لما جاء، فقامت اتصلت بعد ساعتين قالت ها ايش رايكم بالعشاء، بالله ايش راي فلان في طبخي، امانه انا اعرف اطبخ ولا لا وكذا. قلت والله عتبين الصدق انه ما تعشى معي، انا بس اللي تعشيت وتسلم يدك، عاد ما بغريبه دائما طبخك يجنن، تسلم يدك والله. ما مداني اكمل كلامي الا قالت يعني ما تعشى، قلت ايه ما تعشى، جاء متعشي من برا، قالت لا تكفين يا فلانه خساره خساره والله. المهم شويه بتبكي، قالت خلاص على كذا بكرة إن شاء الله الغداء من عندي، ما تسوين أي غداء، أنا بسوي صيادية ومركزة مرة مركزة على زوجي إلا أنه يجي يتغدى في البيت. قالت هاي قولي له لا ينسى يجي يتغدى وقولي أنا فلانة أني أنا بسوي الغداء ومدري إيش، والله العظيم وقحة، أقول لكم وقحة بشكل ما تتخيلونه. فقلت لها طيب أبشري خلاص ولا يهمك. المهم قالت لي بكرة تعالي عندي نسولف مع بعض وكذا من غير باقي الجارات، وخلينا نتفرج على مسلسل حلو وأفلام وكذا. فالمهم قلت لها طيب أبشري الله جابها، أنا أصلا أبا أروح لها على أساس أني أعطيها الكلام الجامد من جد وأحط النقاط على الحروف. فأرسلت اليوم الثاني فعلا غداها اللي هو صيادية وتغدينا، للأمانة زوجي يعني ما أكل منه، خاف قال يعني ماني مرتاح لها أبد، وهي توصي علي وتحرص أكيد إنها محطة لي في بلا، والله ما أكل منه، أكل سلطة هذاك اليوم بس أنا سويتها. فتفاجأ منه يقولي ليش تعطينها أصلا رقم التليفون حق البيت الثابت، قلت لها ليه وش فيه، قال ليه تعطينها،
التليفون جديد وكذا، قلت عادي يعني، ما فكرت ان فيه شيء، ليش اذا اعطيتها عادي يعني تتصل باي وقت. قال لي انت ما عندك جوال؟ قلت له عندي جوال. قال طيب هي ترى تتصل كل شويه على التليفون الثابت وازعجتني، مره تتصل تقول انا اسفه، مره تتصل تسال عنك، مره تقول خلاص بتصل عليها مره ثانيه، تقفل كلام خرابيط ما ادري ما فهمتها. فقلت في نفسي اجل خلاص الوعد بعد شوي ان شاء الله اذا رحت لها. المهم وانا ببالي والله العظيم واصله ما نمت شيء، جالسه افكر فيها واهوجس وانه ايش تبغى يعني، من نهايتها ايش تبغى من زوجي، ومره مصدومه منها في نفس الوقت. حتى هذاك اليوم الغداء انا ما تغديت لما ارسلته، قلت لزوجي خلاص خذه واعطي اي عامل تلاقيه على دربك. فلما بعد العشاء كذا رحت لها وانا خلاص زي ما قلت لكم شبه مواصله، وانا معصبه وفي نفس الوقت احاول اني اتماسك بقدر المستطاع، ما افلت اعصابي لان عيالها صغار وما ابيهم يعني يخافون، ما لهم ذنب. فحتى هي اصلا من دخلت عليها وهي حاسه ان انا فيني شيء على غير عادتي. المهم واجهتها في الكلام وكلمتها وكذا، قلت لها على حركاتها، قالت لي اصلا زوجك هو اللي يعني قصده هو اللي تحرش فيها. قلت لها وبكل وقاحة بعد تكذبين ان زوجي هو اللي يتحرش فيك ومن ذا الكلام؟ قالت لي قلت اصلا لو بالعقل انا ما عرفت عن ذي السالفة ترى الا بسالفة النقل، انه ليش تنقل واصريت عليه ليش ننقل من البيت. قام يقول لي انه السبب كذا وكذا 1 2 3 وتفاجأت وقمت اربط الامور ببعض وصح طلع تحليلي المواضيع صح. المهم دخلت في عينها كذا بالكلام. فأول ما جبت لها سالفة النقل وكذا إن بننقل من العمارة خافت، جلست تخربط بالكلام أصلا أنا مو قصدي ومذا الكلام، وجالسة تبرئ نفسها بشتى الطرق. أعطيتها الكلام إنه 1 2 3 وخرجت من عندها ورحت لجارتي اللي تحت، وأنا خلاص كذا فيني البكية. بس شفت جارتي اللي تحت انفرطت أبكي أبكي وأشهق، قالت ليش فيك اسم الله عليك، رحت حكيت لها السالفة كلها. قامت قالت لي والله العظيم اني احس بها تغيرت وانا ما ابغى اشوه سمعتها. فقلت لها الله اكبر، ما حد قال لك شوهي سمعتها، بس على الاقل حذريني منها، مو تخليني كذا على عمى. المهم انا خرجت من عندها من عند جارتي هذه اللي تحت، وقمت رحت لميت اغراضي كلها، قلت والله ما عاد اقعد في هذه العماره دقيقه واحده. فاخذنا شقة مفروشة كذا حقت اسبوعين على بال ما شفنا لنا بيت ثاني، لان خلاص من جد ما عاد اقدر اقعد في شقتي اللي قبالي لا بارك الله فيها، كرهتني حياتي وكرهتني زوجي كرهتني نفسيتي مرة خلاص. حتى زوجي يقول انا مالي ذنب، طيب ايش دخلني؟ قلت بس خلاص ذنبك انك حلو بس خلاص لا تكلمني، مرة نفسيتي ساءت مع زوجي. انا والله مغبونة منها يعني، تخيلوا سنين مع بعض ما حسيت فيها انها ناوية لي لشر. فقعدت أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. فالحمد لله الآن أمورنا مستقرة، سكننا في دور ملك والحمد لله. أخذت درس والله العظيم إني ما أجاور إلا ناس معرفة معروفين جدا جدا ومن نفس قبيلتي ومن نفس فخذي، وبعد أكون جنبهم يعني ولا بلاها من هذه الجيرة. فعلا بعض الجارات الله المستعان فيهم، حتى يعني مو بس الجارات حتى الجيران. فالحمد لله يا رب إن زوجي محترم ونبهني. فأقول للبنات يعني لا تصيرين خجولة من أي شيء، من الحق لا تخجلين فيه، وخلي عندك حدود شخصية مع الكل، لا تثقين بأي أحد. الله يا رب يوفقنا وياكم، ودعولي بالذرية الصالحة. إلى هنا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أن أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد. أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله، إلى ذلك الوقت أستودعكم الله.